مرحبا بكم في STC. كل واحد فينا عنده حلم ممكن الناس تشوفه بسيط، بس حلمه هذا يعني له كل شيء في الحياة. من يوم كنت صغير كنت أحب أسمع الأصوات المميزة، كان عندي اهتمام كبير بصوت الرد الآلي، كنت أشوفه مثل السحر، أتصل وعيد وأسمعه مرة واثنين وثلاثة، وكنت أتمنى يكون هذا صوتي، كل الناس تسمع بضغطة زر. وعلى كثر التشجيع اللي جاني من أهلي وأخوياي لأني ما استغليت موهبتي بأي فرصة، لين كلمني واحد من الشباب عن مسابقة صوت 900، ويوم عرفت عنها حسيت إن أحد أمنياتي القديمة تتحقق. طبعاً اليوم اللي جاني فيه الاتصال من STC غير حياتي، هذا كان حلمي اللي بدأ بسيط وبالسعي والثقة برب العالمين تحقق، والحين صرت صوت 900. يعني ما شاء الله تبارك الله على ضيفة اللي بيكون معنا. الأصوات داخل المملكة العربية السعودية يعني جميلة ومتنوعة، خصوصاً المتخصصين في التعليق الصوتي ولهم نشاط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير يحاول أن يبرز نفسه من خلال أنه يسجل مقاطع صوتية في مختلف المجالات، أحياناً تكون شعراً وأحياناً نصوص وأحياناً تعليق لتقديم خدمات تجارية. أنا حقيقة أفتن بالعديد من الأصوات وأستمع إلى هؤلاء الشباب باستمرار، وأعتقد أنه الكثير أيضاً ينتظر ويحتاج الفرصة، لأنه أعتقد أنه لدينا العديد من الخامات الصوتية المميزة التي تطرب لها المسامع. بس لا ننسى كمان أن التعليق الصوتي محتاج صوت جميل، مخارج حروف سليمة، نطق سليم، يعني في مميزات كثير ومهارات كثير لابد من توفرها في المعلق الصوتي أو صاحب الصوت الذهبي اللي ممكن بصوت واحد يمثل أكثر من جملة وتنغيم، ويكون مثلاً لمثلاً مجال تجاري أو مجال إعلاني أو مثلاً أنيميشن ورسوم متحركة. تعليق الصوت فن ومهارة، صحيح. ممكن تكون تملك الصوت الذهبي ولكن لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الصوت وتطوعه من أجل الحصول على المنتج الذي مثلاً سوف تسوق له أو ما إلى ذلك، صحيح. فالتعليق الصوتي واحد من أكثر المجالات انتشاراً، وأيضاً هو في سوق العمل من الأكثر احتياجاً في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد انتشار العمل من المنزل، ازدياد وتيرته، إذ أصبحت هناك العديد من المنافسات ومحاولات الظهور والنجاح والعمل على البروز السطوع أمام أصحاب الأعمال الذين يسعون للتعاون مع معلق صوتي محترف ليقدم لهم خدمات إعلانية وتسويقية أيضا ترويجية. يعني أكيد أنكم كثير تسمعون إلى أصوات اللي يردون عليكم في شركات الاتصالات أو حتى في رحلات الطيران أو حتى في بعض البرامج أو القنوات التلفزيونية، وتقولون دائما نبغى نعرف من هؤلاء، يعني يهمكم تشوفون طبعا أشكالهم على أرض الواقع أو حتى أن يقدمون من خلال وسائل الإعلام. اليوم معنا طبعا فيصل العسكر وهو الفائز بمسابقة صوت 900 للرد الآلي. أهلا وسهلا بك فيصل. حياك الله. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وسعيد أني معاكم اليوم في الأخبارية. الله يطول في عمرك. سعداء بوجودك. الله يطول في عمرك فيصل. أنا أبغى أعرف على قصتك من ناحية اكتشاف جمالية الصوت وأيضا شغفك في أنه والله تسخر هذه الإمكانيات لأن تكون معلقا صوتيا. ممتاز. طبعا أول شيء خلينا نكون بسطاء، أساس أنه كل ما صار الواحد بسيط كل ما وصل بشكل أكبر للناس. أنا قصتي في التسجيل الصوتي مضحكة جدا للأمانة. أنا شخص كنت أسمع كثير من اللي حولي يقول يا أخي ما شاء الله عليك يا فيصل، أنت عندك موهبة، ليش ما تطورها، ليش ما أدري كيف، وظفها في مثلاً في بزنس، حاول أنك مثلاً تتجه من 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 كونك مثلاً هاوي لهالشيء إلى أنك توظف صوتك وتستفيد منه. مع الوقت أنه إيش اللي صار، مع الوقت كنت يعني مستبعد فكرة أني أدخلها كبزنس وكذا، إلين اشتغلت في شركة، اشتغلت ككاستمر سيرفيس كول سنتر. بعد ما اشتغلت في الكول سنتر كانوا الناس يقولون لي فيه بتواجه كثير عملاء صعبين، وهذا بتلقى واحد مثلا يعني تعامله تف شوي وهذا. فأنا الأمانة غلطت غلطة، وزي ما يقولون ربا ضارتي النافعة. صرت أعرف الكاستمرز من أصواتهم، أعرف أن هذا والله بثر وذا عصبي وهذا يعني طيب وهذا ذكي، موهبة. فصرت إذا دق علي أحد ما عجبني صوته وحسيت انه مثلا عصبي او انه مثلا ما راح يفهم، عذرا لا يمكن الاتصال بهذا الرقم.
نرجو يعني نرجو معاودة الاتصال مرة أخرى وشكرا. ويصدق ولا أي ولا يوجد العميل يصدق يصدق العميل فيقوم يقفل وهذا. بعدين يوم لاحظت إنه والله الموضوع يعني فيه صدق يعني بدأ الناس صدق يعني يحسبوني أنا نظام رد آلي وفكرة إنه أكون يعني مؤدي صوتي و أسجل أنظمة رد آلي يعني فكرة ممتازة جداً. طبعاً وش اللي صار معاي في الشركة هذه إنه أنا جاني إيميل بعد شهر تقريباً من VP Customer Service. أنا للأمانة كنت outsource ما كنت أدري وش معنات VP Customer Service. فأول ما جاني الإيميل التفت على مديري وقلت له بالحالة وش ذا الإيميل ذا من لي راسل لي هالإيميل. فقال لي هذا أكبر مدير عندنا في الكاستمر سيرفس. وانت صوتك مسجل يا ولد العسل. صوتك مسجل. قال لي رح للرجال. فرحت للرجال على أساس إني أنا يعني بشوف وش وضعه وش المشكلة وكذا. فقال لي أنت تجي تبصم في الشركة الكبيرة هذه ولا تبصم في استراحة أخوياك كيف ياسر. المهم في الأخير قال لي أنت ما أنا نعتذر جدا سمعنا مكالمتك وهذا وأنت فيصل مفصول وهذه ورقتك شوفها على الطابعة خذها لك أر الدور الثاني الله يعطيك العافية. فكنت مصدوم للأمانة. فرحت أخذت الورقة وأنا بطلع مع الباب للرجال يأشر لي يقول لي فيصل اقرأ الورقة. وافتح الورقه واقراها والقاه كاتب لي نرغب نحن شركه فلان كذا 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 او شركه التامين الكبيره هذه بان تقوم بعمل نظام الرد الالي الخاص فينا. فكانت هذه للامانه يعني اكبر مفاجاه لي في حياتي لاني انا يمكن لو يدق علي وقتها يعني يمكن يدق علي محل الكافيتيريا اللي تحت عادي وافقت اني اسجل لهم عادي. فسجلت وبديت للامانه اسجل إلين عاد الله وفقني وأكرمني وسجلت نظام الرد الآلي الخاص بشركة الاتصالات السعودية. ما شاء الله. طبعاً أنا كنت من زمان من أحد أحلامي كنت أنا أتمنى أني أنا أسجل الـ STC. يعني أنا كنت قبل أنام أدق على 902 فشيء مضحك يعني كان أخويا يقول أنت بصاحي أتمرن صوتك يا فيصل. إيه كنت أحب الله يرحمه ويغفر له محمد السقا كان أحد الأصوات المميزة في السعودية. طبعاً أنا عمري 35 سنة في فترة أو في الفترة العمرية يعني اللي كنت فيها وقت المراهقة ما كان في أحد بارز في المجال هذا يعني كثر يعني كنظام رد آلي مثل محمد السقا ما شاء الله كان حضوره جداً جميل فكان مؤثر علي جداً والحمد لله رب العالمين. يعني مع الوقت شاركت في مسابقة STC وفزت فيها والحمد لله الآن صوتي يعني ينسمع بالجوالات إذا تقفلت. جميل. طيب خلينا نسمع. إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن. يرجى معاودة الاتصال في وقت لاحق. The number you are trying to dial is unavailable. Please try again later. في رسائل الكورونا هذه بعد. يلا كلنا مسؤول. ندعوكم للتقيد بالإجراءات الصحية الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة. احنا ننبسط لما نسمع الصوت الجميل على شركات في شركة الاتصالات وبقية الشركات. بس انت شعورك ايش لما تسمع صوتك لما تلقى جوال مقفل؟ والله شوف للأمانة في البداية كان يعني عادي موضوع عادي يعني مو بعادي يعني ان صوتك ينسمع في كل مكان لا بس انا كان لي عادي انه الناس ما تعرفني اول ما بديت اسجل. بعدين لاحظت انه الناس بدأت تميز صوتي يعني انت والله صوتك مو غريب يا اخي كذا كلمت بالتليفون يعني صاروا يشبهون على صوتي فصار صوتي معروف لدرجه اني احيانا مثلا انا دائما احب امزح مع اخوياي يعني اذا دقوا علي مثلا ارد عليهم هبل فيهم شوي كذا اول ما يدق علي واحد عذرا لا يمكن الاتصال بهذا الرقم ف لا الحياه معك سهالات صار الناس تميزني يعني صار الناس تسمع صوتي وتعرفني. جميل. اي نعم فهذا موضوع يعني شيء جميل جدا. انا اللي ابي اقوله في يعني في الاول وفي الاخير انه الواحد ما على الله بعيد يعني الواحد ما يستبعد أي شيء على رب العالمين. صحيح. وإذا كان عنده حلم أو عنده يعني سواء رسام سواء فنان أو whatever عنده موهبة معينة ما يعني ما يستبعد أي شيء لأن الله سبحانه وتعالى ما عليه بعيد. الله في القرآن. صحيح. الكريم يقول وسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الواحد عليه السعي الله والله الله. سبحانه وتعالى يعني يوفق الناس. جميل. كلها إن شاء الله. صحيح. يعني فيصل أنت في يوم من الأيام كان حلمك STC. أي نعم. اليوم إيش حلمك؟ والله شوف للأمانة أنا مبسوط على إني أسوي شيء أحبه. هذا شيء لازلت مبسوط فيه يعني. فأنا دام إني أنا أسوي شيء أحبه حتى لو يكون for a long period ما عندي مشكلة. فهمت علي؟ فأنا مبسوط يعني. يعني على المدى الطويل ما تفكر مثلاً في تسجيل أفلام؟ أنا إن شاء الله بإذن الله يعني هذا اللي أنا قاعد أطمح إليه اللي هو الفويس أكتينج. نسوي أفلام وثائقية.
نبي نسمع فيصل، يلا اعطينا كذا نص وثائقي، مع انك انت والشباب ما شاء الله تبارك الله كل شيء يتعلق عليه بشكل وثائقي، يلا سمع. والله انا ما يحضرني حاليا للامانه، اساسا على الهواء وكذا، بس ما يحضرني حاليا، لكن انا عندي يعني عندي قدره اني اقلد الاصوات وعندي قدره اسوي اشياء كثيره. طيب مره بنخلي لك الوثائقيه، ابجيك انا في الجانب الاخر، انت برضو تسجل الشعر. انا استمعت لك طبعا قصيده انا وليلى، كانت جميله جدا، وللحين ترى اسمعها كثير فيصل. أي سمعنا، نعم. ايضا بعض الابيات، خلينا نشوفها بالقائك الجميل، خلينا نختم بهذا اللقاء، لازم يحضرك عاد الحين فيصل. والله طال عمرك انا ما احفظ ترى والله، واحنا على الهواء، فاودي انك تستسمح لي يعني هالفتره واديها لك مره ثانيه ان شاء الله، ونعطيك مقطع تعرضونه ان شاء الله. الله يطول في عمرك. طيب احنا الحين حننتقل لسوق الأسهم السعودي، فنبغاك أنت تنتقل لزميلنا عبد المجيد. هذه آخر الطلبات يا فيصل، سوق الأسهم السعودي. أيوة. أما الآن فسوف ننتقل إلى سوق الأسهم السعودي مع الأستاذ، شو اسمه؟ عبد المجيد. حياك الله يا عبد المجيد. يعطيك العافية. معليش عذرني والله، تراني ما رتبت ولا عرفت أقدمك. لا موفق خير ويعطيك العافية وصباح الخير عليكم جميعا. صباح الورد. الله يعطيكم العافية. حياكم الله جميعا.